شفرانيا. شفرانيا متاكده ان احنا اللي عملنا الفطير ده. دي بصي لوحه فنيه رهيبه. ايه ده ما شاء الله. ايه ده ما شاء الله. ايه الفطير ده شايفين؟ والله إيه ما شاء الله. النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فطير مشلتت، اول مره اعمله على الايه اليوتيوب. سهل جدا وبجد انا كنت خايفه ان انا اعمله، بس الحمد لله باذن الله هيطلع المره دي احلى من ايه من المره اللي انا عملته فيها. مدام رانيا استضفاني في بيتها فهعمله عندها. رحبوا بها. السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني جدا. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، بس ان شاء الله تقولي ان ربنا ييسرها معايا وابدا في القناه ان شاء الله باذن الله. فايه ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي معايا 2 كيلو، وال2 كيلو هقول لكم كل كيلو بياخد 3 معالق سكر او معلقتين حسب ما انت عايزه تحطي، وايه ومعلقه ايه ملح. انا حطيت معلقه ملح واحده في الايه في ال2 كيلو، عشان انا مش عايزاه يبقى ايه طعمه حادق، انا عايزاه طعمه يبقى ايه حلو، يعني يقطع حلاوه السكر اللي احنا هنحطها يا سكر. فايه احنا بنحط بقى ايه لكل كيلو 3 معالق سكر. حطيت انا 6 معالق، هحط معلقه ملح، وهحط الميه تبع الايه الدقيق، ودي خطوه لازم الكل ايه يعملها. يعني ما احطش الميه، يعني انا مثلا ممكن الكيلو ياخد 3، ممكن ياخد مني اقل، ممكن ياخد مني ايه اكتر. لا انا هحط وهعجن وهتشوفوا الايه العجين على حسب كل دقيقه عند كل واحده. طبعا. وان شاء الله لو انتوا عايزين تحطوا كمان معلقتين او 3 معالق زيت حطوا. انا حطيت كام معلقه؟ كام كوبايه؟ دي الثالثه. دي الثالثه ان شاء الله. معلش مش واقفه جنبي بس عياء. معلقه عشان نقلب بها الدقيق. ادي 3، حط الرابعه وهقلب علشان ايه ان شاء الله باذن الله نبدا نعجن. واهم حاجه في الفطير انك انت تعجني بايدك مش بمكنه، ولو انت عايزه تعملي مكنه ومستصعبه العجن يا سلام، ده انا بموت في العجن ولدت بقى يا سلام. طب ما انا اجيب لك العجنه اسهل. ايه الشقه. لازم تحس انك انت بتعملي ايه. طبعا. احنا حطينا كده 4 مش كده؟ ادي 5، واقلب برضك. وانا علشان معلش ده دقيق ولازم اشمر، هقفل الكاميرا وهعجن ووريكم بعد ما ايه الم بس الايه الدقيق، لان عشان الم ده كله هيتعجن. وطبعا لو احنا حطينا ميه تاني اكيد هنخبركم ونعرفكم ان شاء الله. بصوا انا هحط السته اهي على جنب، ولو حطيتها اقول لكم. ما تروحوش في حته بقى. رجعت لكم تاني اهو بعد ما عجنت العجين. وايه وهي خدت ميه زياده، نسيت انا في العجن، فحطيت لها حوالي نص كاس دقيق. شايفين العجينه؟ شوفي بتمط ازاي؟ ما بتقطعش. هي دي العجينه المظبوطه للايه؟ للفطير. يلا نجيب طبق بقى ونحط فيه شويه زيت ونقرص، نعملها ايه؟ مش قرص كده، لا قرص كده. دلوقتي هعق ايديا ما شاء الله تحفه. سبحان الله. شايفين؟ انا مكبره الكور بتاعه الايه الفطير، ودي عملتها ايه صغننه عشان اعمل الفطيره ايه كبيره. اللي عايز يصغر يصغر. والكيلو الدقيق عليه 300 جرام زبده. والزبده تكون طريه، ما تكونش جامده، تكون بره بحراره المطبخ مش بحراره الغرفه، لان انا ما بعملش في الغرفه، انا بعمل في المطبخ. مش كده؟ والمطبخ نار. المطبخ نار، نار نار يا حبيبي نار. هي عمل السبعه، لو انت صغرتي القرص تعمل لك اكتر.
اكتر من كده. وعلمي الاولى ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة ودي الخامسة ودي ستة ودي السبعة. تعلموهم عشان ايه؟ هنغطيهم دلوقتي وهنسيبها تستريح نص ساعة. انا كان المفروض ان انا اسيب العجينة الاولانية تستريح نص ساعة، بس انا قلت اقرصها واسيبها تستريح بايه؟ براحتها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله تبارك الله. احنا عملنا ايه بقى عشان ايه ما نتوهش؟ علمنا كل واحدة علشان ايه، بس حطينا شوية زيت علشان ايه ما يمسكوش في بعض. نبدأ بقى نتوكل على الله. النشابة هذه الزيت عشان ايه يفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد الاول بايديا. شايفين بسم الله ما شاء الله. لما تتفرد معاكي بسهوله بتبقى ايه العجينه ايه مريحه، وهتريح كمان. خلوا بالكم لسه كمان احنا عايزين السمك بتاعها لا رقيق قوي ولا ايه ولا سميك قوي. حلوه قوي لا رقيق ولا سميك. طب ما انتوا عارفين كل حاجه، وانا لازم يعني اقول لكم؟ ايوه لازم اقول لكم عشان ايه تاخدوا بالكم. هتنضربي. انا النهارده الاسيستنت بتاع الشيف رزمه. لا 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 لا، ده انت، ده انت اكبر شيف. هنقعد بقى ان نحبس على بعض بقى. شايفه بسم الله ما شاء الله. ايوه ما شاء الله عليها. الفطيره ايه؟ انا عجباني العجينه جدا بصراحه. كبيره. ما شاء الله. بس خلوا بالكم من المقادير، وخلوا بالكم من الميه، الميه الميه الميه، ما تعملوش عملتي. لازم لازم الواحد يغلط عشان يتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خذ العلم من المهد الى اللحم. والعلم في كل حاجه، حتى الطبخ. مش اي حد يطبخ، مش اي حد يعمل حاجه، احنا على باب الله والله كلنا، كلنا بنتعلم. شايفين السمك بتاعها؟ شايفين لسه كمان عايز ايه يتفرد. حطي زيت عشان ايه ما حطيتش هنا فالعجينه مسكت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. حطي لي شويه هنا وما تخافوش لو انقطعت، لو انقطعت ما تخافوش. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا عين يا عين يا عين على الرايق يا عين. لا بصراحة ما شاء الله العجينة خطيرة ما شاء الله. أنا بحب كلمة خطيرة. أيوة تحفة بصراحة، خطيرة فعلا. يلا نحط بقى الإيه؟ الزبدة. إحنا عندنا بقى مزيج من الزبدة البلدي المصري البيضة الجاموسي والزبدة الايه البقري. هنحط ايه؟ شوفوا بقى، ممكن تكتري وممكن ايه تقللي. احنا مش عايزين ايه، احنا عايزينها وسطية. ايوان عشان ما تبقاش دسمة قوي. احنا بنحب الوسط في كل شيء. باخد من دي على ده، مش ايه مش باخد بس من الايه. وشايفين بتتفرد معايا بكل سهوله لان انا حطيتها ايه يعني. انا بجد الشيف رانيا الله يخليها طلعتها من ايه من الفريزر من الصبح. ما هو انا زي الضيف التقيل باجي من البدر قوي. لا ما انت مش ضيف، انت صاحبه البيت. الله يكرمك يا جماعه. غصب عن الواحد لما بايه شوفوا اهي
البتاع تعكي السمنه، مين بقى اللي هيغسله لي؟ انتوا. الواحد ما بيبقاش قاصد ان هو دراعته تبان، والله بيبقى غصب عنه. شوفوا بقى هحط الايه، جيبي سكينه، سكينه حامله. دي طلعت كبيره بس ما يهمش. يا ريتني كنت عكيت الترابيزه كلها. ايه اطوي دي زي. اطوي. بصي هتطويها كده وهتعمليها كده على مقاسها، خليها مقاسها بالظبط. تمام كده خلاص. واجيب دي كده مظبوط، وانجيب ديت كده في السمنة الزبدة ما شاء الله، ونعك شوية مش هنعك كتير. هن ايه نعك دي؟ نحط شوية. لا تعالي نقول للحوسها. رانيا عيب عيب. لا املاها كويس، شوفي بتاعتي طالعه تخينه ازاي. ايوان لا استنى، مش كده مش كده، استنى بصي. حطي سمن زبده قصدي. المره الجايه بقى انا هدهن الترابيزه كلها زيت علشان تطلع معايا ايه حلوه. عشان ايه دي تلمها كلها من فوق ايه وتحت ما شاء الله. يعني انا هلمها دلوقتي، شايفين؟ هنخلي ايه دي تحت طبق طبق او صينيه. رانيا انا هحط ايه زيت عشان القشطه جامده شويه، جامده شويه لانك حطيتها في التلاجه. سيبها شوية بره على ما نخلص الايه. انا عمالة ايه اوزع من هنا شوية ومن هنا شوية، يعني زبدة بقري جاموس وزبدة بقري. وامسك الايه الازدار بتاعي لما باظ كله من السمنة من ايديا ومن كل حاجة، يعني فداكم. بس عشان بقى خاطر الايه الحاجات اللي احنا فيها دي، يا سلام لو لايك انت وهي. يلا شفت شايفاكم، مفيش حد لسه عمل لايك، يلا اعملي لايك. واقول لهم زي ما انتوا بتقولوا تابعوني من اي بلد. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين شايفين الروعه دي؟ شايفين الفطير شكله من تحت؟ شايفين شايفين. سكينة بسرعة، سكينة عشان آكل آكل. حامية وسكينة دي سكينة. أوبا إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي يا جماعة؟ مش ممكن. شايفين 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 شايفين. مش ممكن والله العظيم مو ممكن. شوفي كاميرات شوفي كاميرات خطيرة تحفه. احنا مخلصه واحنا واقفين. سيلا عجبها وعماله تقول لي هاتي لي كمان. خدي يا حبيبتي ده انا ده مقطع لك والله العظيم. استنى احنا لسه فيه في ده احنا عاملين بسم الله ما شاء الله. جيبي طبق. يا
وبيلز كده، شايفين السمنه بتاعته؟ انا رايي يقول لك البلد يوكل. والله العظيم يا جماعه ما اقول لكم، الله الله على الريحه، الله على الريحه، الله على الطعم، الله 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 الله. شوف رانيا، متاكده ان احنا اللي عملنا الفطير ده؟ دي بصي لوحه فنيه رهيبه. ايه ده ما شاء الله، ايه ده ما شاء الله، ايه الفطير ده شايفين؟ والله إيه ما شاء الله، بجد بجد بصراحه انا بندم ان ما عملتش الفطير قبل كده بجد. ودي بقى نهايه الوصفه، ويا ريت تروح تكرمتم قصاد التعب اللي احنا تعبناه وورنا لكم الفطير بيتعمل ازاي. يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي وفي قناه رانيا زياد يشترك فيها، قناتنا من القنوات الصغيره وهتكبر بكم انتوا ان شاء الله. واشوفكم على خير، وادى الفطير، اشوفكم على خير، باي، السلام عليكم.